السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم قناة ام ايه المنوعات. النهاردة هنعمل معاكم البيدي فور بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا نشوف ماما هتعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله البيض فور ناعم ازاي، دايب ما شاء الله عليه. كيلو إلا ربع زبدة يوزيلندا، 5 بواكي فانيليا، 350 جرام سكر، لازم أن يكون بودر، ذرة ملح، 4 بيضات. ده كيلو دقيق، ممكن ياخد كمان 3 معالق. دلوقتي أنا هحط الزبدة وأفكها يا جماعة، لازما افك الزبده جامد، اخليها زي الكريمه. انا جايباها من التلاجه على طول وبفك فيها. دلوقتي احط 350 جرام سكر، لازما السكر اللي يجي من عند العطار على طول او من السوبر ماركت لازم ان يبقى بودر مطحون يعني كده. يا جماعة ادمج بقى الزبدة مع السكر، لازم أن تبقى ناعمة كده، واحط بيضة 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 وعليها فانيليا. لازم أن ندخل البيضة كده في المكونات. انا كده خلصت البيض، دي اخر بيضة، بحط بقى البكون الفانيليا في الاخر لانهم 4 بيضات بس. شوف بقى الكريمة ازاي ولونها فتح. احط بقى الدقيق، ده كيلو دقيق و4 معالق، يعني جبت ربع كيلو دقيق فوق الكيلو، ما خدتوش كله، خدت 4 معالق منه بس، حسب الدقيق بقى اللي انتوا هتجيبوه. في دقيق بيشرب السمنة وفي دقيق لا. كده ادمج المكونات بس ببعضيها، ما عجنش. دي بقى اللي انا هعملها، دي قسمت العجينة نصين، دي النص بالكاكاو، حطيت 2 معلقة كاكاو وحتة زبدة، 2 معلقة زبدة بس، من نفس الزبدة برضو اللي انا جايباها اللي هي زولندا. هشكل بقى كده، اطلع الهوا بس كده من الام، اللي عنده مكنة يشكل بيها واللي عنده ام يشكل بيه. ما شاء الله. دلوقتي التسوية يا جماعة، انا مولع الفرن من 10 دقايق، عملنا شكلين اهو، وتحطوه على الرف الوسط. ما شاء الله عملنا بالكاكاو. اهم حاجة يا جماعة التسوية، لازم انت تسخنوا الفرن قبلها ب10 دقايق. كده بقى يا جماعه هنشكلها. معانا شوكولاته فورماسي الوان، وشوكولاته فورماسي سودا، وجوز هند، وشوكولاته دارك، شوكولاته بيضه، مربى، مشمش. كده بقى يا جماعه هنجيب البيتي فور ونحطه في نصه بالمربى بالكيس الحلواني، وهنحطها في الشوكولاته البيضه، وبعد كده نشكلها على حسب بقى التشكيله اللي احنا عايزينها، من شوكولاته سودا عادي او شوكولاته سودا فوقيها جوز هند. وده البسكوت برضو هنشكله معانا، ودي شوكولاته يا جماعه واحنا مسيحينها في حمام بخار. عايزين تحطها شوكولاته بس من غير الفورماسي ومن غير الجوز هند عادي برضو. وان عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تشيروا الفيديو وتعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو وتعملوا كومنت.